ان هذا صح. المشكلة ان دايما 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 يعني في اعمال فنية ولا في الاعلام ولا انه، لان هو في اصلا نصابين في كل رسالة مكان. اي لا، انه دايما قصدي انه بالفن وبالاعلام انه دايما يحاولوا انه يتكلموا في هذه المواضيع، انه لا تاخذوا كل شيء في المظاهر، صحيح. لا تاخذوا الظاهر. فلما الاعلام او الفن حاليا يتكلم في هذه المواضيع، كل مصلحتك انت كمشاهد كانسان انه من جد الحين